معنا على الهاتف مدير قناه، مدير برامج قناه مجد الاطفال عبد العزيز بنوب. حياك الله ابو عمر. يا هلا ومرحبا، حيا الله ابو مجد وابو علي، الله يحفظكم. حياك الله ابو عمر. يسعدكم يا رب. أربع برامج شفنا بروموهاتها، وفي أيضا برامج أخرى ما شاء الله تبارك الله. أنتم وفريق قناة مجد ماذا عملتم في الأيام الماضية حتى تعدوا كل هذا الكم من هالبرامج؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم، بداية كل الشكر لله سبحانه وتعالى، ثم لصناع المجد من معدين ومنتجين في قناة مجد الأطفال بمشاركة النجوم المجد وكل صناع الشبكة من إداريين وفنيين. أنا باختصر، أعرف أنه الوقت قصير والمادة طويلة في الحلقة. إحنا في قناة مجد الأطفال بإذن الله في موسم الدراسة عندنا 16 برنامج ما شاء الله. 16 برنامج منها 6 برامج جديدة من الرياض والقاهرة و10 برامج ما بين مستمر ومستأنف، يعني ما شاء الله تبارك الله. بالنسبة للبرامج الجديدة عرضت 4 بروموهات الآن، أنا مسعف تعرفني خط الورطة في دقيقة، وكذلك عندنا برنامج الورقة الرابحة من الرياض، وهو برنامج شبه واقع وسيكون يعني برنامج نوعي ومختلف سيعجب الجمهور بحول الله. فيه فريقين وتحديات بينهم على الهواء مباشرة 3 أيام في الأسبوع، سيكون برنامج مختلف متجدد بإذن الله. بإذن الله تعالى، ما شاء الله تبارك الله، كل التهنئة لكم على هذا الجهد الكبير اللي يقدم في قناة مجد، وإن شاء الله بإذن الله تعالى بنستعرض الورقة الرابحة كذا على حدة، لأنه برنامج يبدو أنه يحضر في أكثر من يوم، صح؟ بالضبط 3 أيام، وفيه أكثر من 10 وجوه في الشاشة، يعني برنامج شبه واقع قلت أنت، ها؟ شبه واقع ومقدم رئيسي للبرنامج. باقي في خاطرك حاجة تقولها قبل ما ودعك؟ فيه موسم الدراسة بحول الله بتشوفون أكثر من 10 وجوه جديدة الله لأول مرة تظهر على شاشة مجد الأطفال ما بين أولاد وبنات بإذن الله. ما شاء الله ما شاء الله، وهذا تحدي بإذن الله بمشاركة المعدين والمنتجين في قناة مجد في الرياض والقاهرة. شكرا لك، يعطيك العافية الأستاذ عبد العزيز بنوب مدير برامج قناة مجد الأطفال، يعطيك العافية. تحدي كبير الله. كم برامج وكيفية كيف حتطلع وبأي شكل، وأيضا وجوه جديدة حتكون بإذن الله تعالى موجودة معنا في قناة مجد الأطفال.